احنا على طريق اسوان على بعد 100 كيلو من القاهره في قريه صغيره اسمها البحروة. كتير منكم ما سمعش عنها قبل كده. عندكم حق، احنا بقينا بلد ليها حدود من كام سنه بس. قبل كده كنا حته ارض ملهاش ملامح جنب العياط. الاميه والمرض كانوا مالين البلد، ما فيهاش صرف ولا ميه نظيفه. ده الطريق اللي كنا بنعدي منه علشان نتعلم. ايوه، كنا لازم نعدي من على القضبان دي. كنا بنمشي 3 كيلو على الاقل علشان نوصل لاقرب مدرسه. تعليم اساسا ما جناش خالص. القريه دي ما كانش فيها مدرسه، ولا بالذات حتى لو تدور عندنا هنا في التعليم ما تلقاش حد متعلم خالص، كله تلقاه امي 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 عشان ابني يروح المدرسه عايز يروح العياط. العياط دي 5 كيلو، عشان يروح قفر شحاته اقول 3 كيلو ونص. العيل حتى لو مش النهارده ما يمشيش بكره من الساعه مثلا. لحد ما في يوم حياتنا اتغيرت في البيت ده، بيت ديدي اللي فتحت بيتها وادتنا وقتها وحياتها علشان تعلمنا. My name is Didi Ardiana Sandor, and I have worked for the last 40 years in the field of education. I started schools in different countries from the grassroots. And I was in Croatia before coming to Egypt about 10 years ago, first time I came to Egypt. And I started by myself because I thought everybody's busy with the revolution and let me just do it. So I happened to come here with the contact of a friend, one woman. She's from England and married to an Egyptian from this area. And they have a weekend house here. So I came and we went through the village and we asked them what you need here. Because we saw the people are quite, you know, basic. For me, it was like 150 years before. Then they said, we don't have a school. And I thought they would say we don't have running water, because until now they don't have, you know, which is really, and the river is just flowing here, and all the river that takes water everywhere in Egypt. But here, next door, they don't have running water. So it's it was for me very shocking and surprising. But nevertheless, I thought, okay, they don't have a school, let me start a school here. So gestures and, yeah, interesting. Even sometimes I had to just speak in English because I wanted to communicate it very nicely and in nice sounding words. And they knew exactly what I'm talking about, though they didn't understand the word. بعد كده ديدي دورت على حد يعمل لنا مدرسة، لحد ما قابلت أصحاب جمعية من أحياها. الجمعية عملت المدرسة في شهرين بس، وابتدينا المشوار. It's a wonderful beginning. I'm very pleased. المدرسة اتعملت في أكتوبر 2016. اتكلفت فلوس كتير قوي من تبرعات الناس لجمعية من أحياها. دي ميس إيمان اللي مسؤولة عن المدرسة وعننا كلنا. فكرة المدرسة بدأت، احنا كنا مهتمين كجمعية مهتمة بالتعليم، كنا بندور على قرية من قرى الصعيد عشان نحاول نعمل تطوير للقرية. ابتدينا ننزل الأول لمدة سنة ونص تقريبا بنعمل أنشطة للأولاد بعد المدرسة. الحقيقة إن احنا لقينا تفاعل كبير جدا من أهالي القرية ومن الأطفال. الأطفال كانوا منتظمين جدا معانا وابتدوا أهالي القرية تتواصل معانا، عايزين يعرفوا بنعمل إيه، عايزين يعرفوا إيه اللي ممكن نقدمه للقرية. فكرة المدرسة المجتمعية هي أساسا قايمة على إنها بتكون مدرسة للمتسربين من التعليم، فأخدنا استثناء من الوزارة إن احنا ندخل الأطفال من سن أولى ابتدائي. المدرسة فيها فصلين وأربع مدرسين. البنات هنا عددها أكتر من الولاد. تخيلوا عندنا 22 بنت و13 ولد بس. Parents don't see their future. Like one boy 15 years yesterday told me, Didi,
how do you think I'm going to get a job if I study and study? Many who have graduated, they don't have jobs. My reply was, look, there is a lot of work in the world. Work is always there. You may not get money for it, but work is surely there. And at the same time, you know, if you apply for a job and you have the same certificate as many others, the one who chosen will be the one who is very involved, who is creative, who is a good heart, and who is proactive, who really doesn't just come for the money. أهالينا كانوا فاكرين إننا مش هنكون شطار ولا هنتعلم كويس، بس أثبتنا لهم العكس. إحنا لسه عندنا أحلام كتير، كل واحد فينا نفسه يكمل تعليمه ويدخل الجامعة ونقدر نفيد نفسنا ونفيد بلدنا. اسمي ندى فريك سلامة، عايزة لما أكبر أطلع دكتورة وعشان أعالج المرضى. أطلع أستاذ. نعم. كده عشان أعلم الناس، أعلم العيال الصغيرين. For example, I told one mother, it depends on you if your child will be a doctor or not. And she looked at me. And you know, I told her, look, you know, there is, you know, Iman and so many wonderful people come here. They're looking for children who are very smart and they want to help them to go to study, you know, even higher and higher. So don't think that, you know, because of that, you know, that your child could not be, let's say, doctor, whatever. I'm using doctor because it's such a, you know, nice sounding word. And she understands me, you know. إحنا تعلمنا إن اللي بيزرع زرعة في أرض صالحة وبيخلي باله منها عمرها ما بتموت، دي بتكبر وجذورها بتتفرع أكتر في أرضها، وده اللي ديدي وجمعية من أحياها عملوه معانا، زرعوا جوانا حاجات حلوة كتير وعلمونا صح. دول مش بس علمونا، دول نوروا حياتنا وطريقنا اللي جاي بالتعليم. ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعاً. I wish for them to develop a great ability of serving. Serving means to be proactive, you know, to make a change in the little community, in the life, not to wait to be somebody else to do it, or somebody else to save them and help them, but rather that they will become creative thinkers, how we can think, make things better. Goodbye. أنا نسيت أقول لكم، أنا اسمي كريم وعندي 9 سنين.